السلام عليكم شفاء، أنا زميلتكم على بني عامر من سمو، رح كون معكم اليوم بشرح محاضرة النيرفس سيستم. بسم الله، يلا خلينا نبلش. النيرفس سيستم بتكون عنا من 2 ديفيجن حسب موقع الاستركتر. فيه في عنا السنترال نيرفس سيستم والبيرفيرال نيرفس سيستم. السنترال نيرفس سيستم اللي هو عبارة عن البرين اند سباينال كورد، تمام؟ هلا من البرين والسباينال كورد بيطلع عنا النيرفس، بطلق عليهم البيرفيرال نيرفس سيستم، تمام؟ لانه السنترال نيرفس سيستم فيري ديليكيت اند كثير حساس وبسهل كثير تدميره، بيحتاج انه يكون عنده بريدكتيف ستراكشر. هاي البريدكتيف ستراكشر بتتمثل عندنا بثلاث اشياء، خلينا نشوفهم من الرسمه ونرجع للتفريغ. في عندنا اول شيء، على فرض انه هذا البرين والسباينال كورد، في عندنا مثل ما بنعرف بحيط البرين السكال، صح؟ صح، فهي السكال انكيسز البرين، وفي عندنا حول السباينال كورد في عندنا الفيرتيبرال كولومن بحيط بالسباينال كورد، تمام؟ هاي اول ستراكشر عندنا. ثاني اشي في عندنا 3 كونكتيف تيشو، بطلق عليهم مع بعض اسم المينينجز. هاي هذول الثري كونكتيف تيشو، بدايه من السوبرفيشال في عندنا الدورا ماتر، تمام؟ هاي الدورا ماتر تتكون عندي من طبقتين، الأوتر منها الاندوستيال والإنر منها المينينجيال، بعدين في عنا الأيكنويد، بعدين آخر شي في عنا الديبر منهم البيامتر. طيب هلا حكينا إنه هادول الطبقتين مع بعض اسمهم الدورة. في عنا منطقة فوق الدورة اسمها الإبيدورال سباس، وفي منطقة تحت الدورة بسميها سبدورال سباس. هلا الإبيدورال من اسمها إبيدورال، فهي فوق الدورال، والسب هي تحت، سب تحت تحت الدورال. الإبيدورال جاية بين الدورال الماتر والكرانيال بون بالنسبة للبرين، لأنه رح نلاحظ هون عنا بالسباينال كورد هي نفسها الدورال، جاي الإبيدورال جاي هنا، فهي جاية بين الفيرتيبرال كولومن اند الدورال، تمام؟ هاي الفرق بيناتهم. بعدين في عنا السبدورال اللي هي تحت الدورال، جاية بين الأريكنويد والدورال. وبرضو في عنا منطقة اسمها السب أركنويد سباس، من اسمها السب تحت الأركنويد، تمام؟ فهي جاية بين الأركنويد والبيا. بهاي المنطقة السب أركنويد سباس في عنا السيروسباينال فلويد، وهو الستركتشر الثالث اللي بيساهم بالحماية البرين والسباينال كورد، بيكون يعني as a cushion، تمام؟ رح نحكي عنه لتحت كمان شوي. والآخر طبقة عنا اللي هي البياميتر، وهي المنطقة الطبقة في وهي يعني الطبقة اللي كنت تشو عندها شيء مميز، اللي عندها إنه عندها الفاسكولر، فبسميها الفاسكولرايزد لاير، تمام؟ تمام، نرجع نقرأ التفريغ. بحكي لي بريدكتيف ستراكشر اوف كرانيال نيرفس سيستم، في عنا اول شيء السكال انكاسس البرين والفيرتيبرال سراوند سباينال كورد، بعدين في عنا المينينجس، والمينينجس هي عباره عن 3 كونكتيف تيشو كفرينج اند انسيركل السباينال كورد اند برين. لو بدينا من السوبرفيشال مثل ما حكينا، في عنا اول شيء الدوره في عندها ابيدورال سبيس وفي عندها سب دورال سبيس، وحكينا مكان الابيدورال انها بين الدوره والفيرتيبرال او الكرانيال بون، وبطلق عليها بوتنشيال سبيس. ولما احكي بوتنشيال سبيس، هي لما يكون سبيس بتوين تو ادجيسنت ستراكشر نورمالي بريسيد توجذر، تمام؟ السب دورال سبيس جاي حكينا بين الدورة والأركنويد، وحكينا أنها بتتكون من طبقتين الاندوستيال أند المينينجيال. بعدين الأركنويد متر، الأركنويد متر حكينا في عندها منطقة تحتيها جاي اسمها سب أركنويد، واللي فيها سيرو سباينال فلويد. وآخر شي حكينا البيوميتر، حكينا أنه هي هاي الفاسكولارايز لاير، وفي عندها شي مميز، في بيطلع منها إكستنشن اسمهم دينتيكولات ليجامنت. هدول الدينتيكولات ليجامنت ثيكنينج البيوميتر. شو يعني شو اهميتهم؟ suspend the spinal cord in middle of its dural sheath، فبثبتوا السباينال كورد بمكانه، تمام؟ تمام. اخر شيء عندنا بالبروتكتيف ستراكشر حكينا سير سباينال فلويد. السير سباينال فلويد كلير كولرلس، وبتكون بشكل اساسي من الووتر، بيحمل الاكسجين والجلوكوز واي شيء بيحتاج يعني بيحتاجه من كيميكال من البلد لا النيورون اند نيورولوجيا، وحكينا مكانه بالسب أركنويد سبيس. هذا كان بالنسبة للبروتكتيف ستراكشر اوف سي ان اس، ان شاء الله يكون واضح. محاضرتنا بتنقسم تقريبا لثلاث اجزاء، تمام؟ في عنا السباينال كورد والبرين
واخر شيء الجزئيه البيرفيرال نيرفس سيستم اللي هم النيرفز. تمام، رح نبدا اول شيء بالسباينال كورد، تحديدا بالاكسترنال اناتومي اوف سباينال كورد. خلينا بده نشوف على الرسمه ونرجع سريع نقرا كل شيء بالتفصيل. السباينال كورد شكله سايلنتيكال، شكله اسطواني، وبنهايته اخر شيء هون في عنده بيبدا يتناقص ويعني يتناقص او يجمع مع بعضه على شكل كونيكال، على شكل مخروط. تمام، هذا اللي على شكل مخروط بنهايته بسميه كونوس ميدولاريس. طيب شوي شوي، بدايه حكينا عنا السباينال كورد الجزئي السايلنتيكال، منه في عنده تو انلارجمنت، في عنده السوبيريور منه سيرفيكال انلارجمنت، وبالانفيرور في عنده لومبر انلارجمنت او لومبر انلارجمنت. السيرفيكال انلارجمنت بتروح بتموت كل الابر لمس بالنيرفز، واللومبر انلارجمنت بتموت كل اللور لمس بالنيرفز. تمام تمام، حكينا بعدين حنلاقي جزء على شكل مخروط، صح؟ هاي حكينا بسميها الكونس ميدولاريس، وحكينا انها هي يعني بيبدا السباينال هيك يعني يتناقص ويتناقص ويجمع مع بعضه بهذا الشكل. بعدين في عنا من التب من الكونس ميدولاريس في عنا اكستنشن للبيوميتر بسميها فيليوم تيرماينال. هاي الفيليوم تيرماينال بتوصل السباينال كورد مع الكوسايكس، وبتعرفوا العظمة الكوسايكس وبتعرفوا انه شكلها تريانجولر. تمام، هي الفيليوم تيرماينال بتوصلهم مع بعض. واخر مصطلح بدي اياكم تعرفوا لي اياه هنا اللي هو الكودا اكوينا. الكودا اكوينا هو عبارة عن نهايات الروتس تبعيت اللمبر والكوسيجيال والساكرال سباينال نيرفز. تمام، هذول هيك بيجوا بيتجمعوا يعني نحكي هيك تقريبا حوالي الفيليوم تيرماينال، وبشكلوا لي اشي بسميه الكودا اكوينا. تمام، طيب خلينا نرجع للتفريغ ونشوف شو لسه علينا. السباينال كورد حكينا انه شكله سايلنتيكال، وحكالي هنا انه بالادلت بيمتد من فورامينا ماغنيوم، بتعرفوا السكال هون عندها بالانفيريور فورامينا ماغنيوم، بيمتد من هالسباينال كورد لحد السوبيريور بوردر من السكند لمبر فيرتبرا، او مثل ما ذكر الدكتوركم بالمحاضره بقدر احكي للانفيريور بوردر من الفيرست لمبر فيرتبرا. تمام، مكتوب المعلومه تحت. يعني بالنيوبورن انفانت بيمتد للثيرد لمبر فيرتبرا او الفورث. تمام، نركز بالمعلومات يا جماعة. في عنا 31 بيرز من السباينال نيرفز، كل بيرز منهم بيطلع من سيجمنت من السباينال كورد. كيف يعني؟ عندي هذا السباينال كورد، في عندي مثلا هاي أول سيجمنت، هاي سيجمنت منه بيطلع منها على هذا الجانب سباينال نيرف، وحتى الجانب سباينال نيرف، وهذا الشيء الأخير يعني من الـ 31 كل واحد بيطلع من عنده تو سباينال نيرف. تمام، فبنستنتج انه في عنا 31 سيجمنت من السباينال كورد مقابل في عنا 31 بيرز من السباينال نيرفز. طيب، وهي معلومه كتير كتير مهمه، بيحكي لي انه السباينال كورد doesn't extend entire length of vertebral column. يعني الفيرتبرال كولوم، السباينال كورد ما بيستمر على طول الفيرتبرال كولوم، لا. ليش؟ لانه يعني امتداد السباينال كورد بيوقف قبل يعني بيوقف نموه قبل ما يوقف نمو الفيرتبرال كولوم. يعني السباينال كورد بنمو لحد مثل ما حكينا لحد نهاية اللمبر فيرتبرا 1 وبيوقف، الفيرتبرا كولمون لا بيكمل. تمام، وحكينا مثل ما حكينا قبل شوي انه في عنا سيرفيكال انلارجمنت ولمبر انلارجمنت، وحكينا السيرفيكال هي السوبيريور واللمبر هي الانفيريور، والسوبيريور هي اللي بتعطي النيرفز للابر لمبس، والانفيريور هي اللي بتعطي النيرفز لللور لمبس. وحكينا عن ثلاث مصطلحات، الكونس ميدولاريس، الفيليوم تيرماينال، والكودا اكوينا. حكينا ان الكونس ميدولاريس شكلها كونيكال، تيرماينات از تبرينج، لما احكي تبرينج يعني هي يعني زي لما احكي تتناقص تدريجي من السباينال كورد جايه تحت اللمبر انلارجمنت، بتنتهي بحكي لي انها عفوا انت ات ليفل اوف انتر فيرتبرال ديسك بين الفيرست اند سكند لمبر فيرتبرا إن أدل. طبعا بالفيليوم تيرماينل بحكي لي هي عبارة عن inferior extension زي ما حكينا للبياميتر at tip of conus medularis، حكينا قبل شوي to anchor spinal cord to cosyx.
آخر شيء حكينا الكودا إكواينا. الكودا إكواينا تتشكل من الروت لللمبر والساكرال والكوسيجيال سباينال نيرفز as they angle inferiorly alongside the filium intermedial. حكينا هاي المعلومات قبل شوي، فتخيل أنه كل شيء إن شاء الله واضح. تمام. هاي بالنسبة للإكسترنال أناتومي أوف سباينال كورد. ننتقل على الإنترنال أناتومي أوف سباينال كورد. لو أخذنا سكشن من السباينال كورد بهذا الشكل، راح نلاحظ أنه عندنا بالسباينال كورد تو كليفت. في عندنا ننتبه أول شيء أنه هون الانتيريور وهون البستيريور. تمام، في عندنا تو كليفت بالانتيريور بسميه الانتيريور ميديان فيجر، وبالبستيريور بسميه بستيريور ميديان سلكس، لأنه أنتوا عارفين أنه الفيجر هي نفسها السلكس، إلا أنه الفيشر مور ديب. صح. فبحكي لي عندي تو كليفت انتيريور ميديان فيشر and بوستيريور ميديان سلكس. طيب هلا بحكي لي سبينال كورد بتكون من جراي متر and وايت متر. هلا هذا هو الجراي متر، تمام، وهون عنا اللي حواليه هو الوايت متر. فالجراي متر هو الانر والوايت هو الاوتر. تمام. هلا بالجريمتر في عندي هيك بالسنترال، عنده في عنده سنترال كانال. تمام، هاي السنترال كانال تحتوي على CSF، and هي كمان برضو بحكي لي معلومه ثانيه عنها ان هي continuous with fourth ventricle. رح نحكي شوي عن الفورث فينتريكل وارجيكم اياها تحت، اتركوها. الجريمتر بتكون بشكل اساسي من السيلبادز. تمام، أهم شيء عنده السيلبادس، برضو بتكون عن من الدينترايتس، الأكسون تيرماينل، النيورولوجيا، وهي عبارة عن خلايا داعمة، وبيتكون برضو من الأميلينيتد أكسون. رح نلاحظ إنه بالوايت ميتر ميلينيتد أكسون، فننتبه. and بتكون من دينترايتس أوف إنتر نيورون and موتور نيورون. إن شاء الله إنه كل شيء واضح. حكينا إن هون عنا بالجريمتر في عنا هاي السنترال كانال. تمام، هلا هون السنترال كانال بالبستيريور هون في عنا في عنا بالبوستيريور، في عنا البوستيريور الجراي كومشور، بوستيريور جراي كومشور، وبالانتيريور في عنا انتيريور جراي كومشور. تمام، بس دي تعرفوا لي اسمائهم. وناخذ مصطلحين هيك اجداد عليكم اللي هم النيوكلياي والجانجليون. لما احكي نيوكلياي لازم تكونوا فاهمين انه هي كلستر من النيورونال سيلبادز. لما يكون هذا التجمع من النيورونال سيلبادز بالسي ان اس بسميه نيوكلياي، ولما يكون التجمع نفسه بالبي ان اس بسميه جانجليون. فحلو، لازم تعرفوهم. تمام، ان شاء الله يكون كل شيء واضح. هلا في عندنا الجراي هورن، في عندها بتنقسم، يعني كل جانب منها بنقسم لا anterior grey horn و posterior grey horn، وفي عندنا lateral grey horn. هنا posterior grey horn الانتيريور، لانه هي جهه الانتيريور، واللاترال. تمام، هلا اللاترال اول شيء نحكي عنه بدي تكونوا عارفين انه موجود بالابر limbs وال بس بالثراس والابر limbs والساكلر سيجمنت اوف سباينال كورد، بس موجود بهاي الاشياء. تمام، طيب هلا الجراي هورن بشكل عام هي لها علاقه بالاوتونوميك نيرفس سيستم، وبدون ما ندخل بتفاصيل الاوتونوميك نيرفس سيستم انتم بغينا عنها حاليا، بس بدي تعرفوا لي انه الاوتونوميك نيرفس سيستم هو شيء بيشمل الباراسمباثيك اند سمباثيك. تمام، والانتيريور لما احكي انتيريور جراي هورن فهو الافيرنت وله علاقه بالموتور، ولما احكي بوستيريور جراي هورن هو الافيرنت وله علاقه بالسنسوري. تمام. نيجي على الوايت متر. بحكي لي انه سراوندنج جراي متر بتكون من باندلز من المايلينيتد اكسون او سنسوري نيورون انتر نيورون اند موتور نيورون. وهنا كمان برضو بتعرفوا لي مصطلح جديد اللي هو التراكت او الفاسكولاي. هاي التراكت او الفاسكولاي هي عباره عن بندل من الفايبرز بالسي ان اس. نركز بالسي ان اس. حكينا انه عندنا هنا الposterior and anterior grey commissure. الanterior للanterior grey commissure في عنا الanterior white commissure. هاي الanterior white commissure بتصل الwhite meter of right and left side من spinal cord. طيب حكينا قبل شوي حكينا عن grey horn، صح؟ هلا هاي grey horn بتقسم الwhite meter ل ثلاث مناطق. في عنا اللاترال وايت كولومون بسميهم كولومون. تمام، في عنا اللاترال وايت كولومون،
والبستيريور وايت كولومن والانتيريور وايت كولومن، وهون برضو اللاتيرال. تمام، هي اربع مناطق عفوا، بس يعني هي ثلاث اسماء. تمام، واخر شيء حكينا لما حكينا عنه عندنا anterior median fissure و posterior median sulcus، هاي الفيشر او السلكس بيقسم من الوايت ميتر لرايت وليفت. حلو، هذا كل شيء بدي اياكم تعرفوه عن الانترنال اناتومي، هاي اللي حكيناهم انه divided into right بينقسم لرايت اند ليفت باي anterior median fissure و posterior median sulcus. هاي كان كل شيء بالنسبة للسباينال كورد. لننتقل هلا على البرين. هلا قبل ما أحكي عن البرين شيء بدي أحكي لكم شغلة. هلا إحنا بنعرف إنه إنه السوبيريور عنا، السوبيريور عنا بالسيستمات العادية بسميه روسترال، وكودوال للإنفيريور، ودورسال للبوستيريور، وفنترال للأنتيريور. في البرين ستم بحب يبتكر لحاله أشياء جديدة، فهو ماخذ مصطلحات تانية ومغيرهم. لما نكون نحكي عن البرين رح نحكي عن البوستيريور الكودوال، والروسترال للأنتيريور، الدورسال للسوبيريور، والفنترال للإنفيريور. هلا انتم ما عندكم مثال بذكر بالمحاضره الا في عندنا البنتر، كونوا عارفين انها انفيريور. تمام، هلا هم بحكي لي انه ماخذ مقطع عرضي بالميد سجيتال فلو، وهو عباره عن سجيتال بمر بالميد بلين. تمام، هلا بهذا الميد سجيتال بلين ببين عندي هاي الاشياء. ان ادلت برين بتكون عندي من 4 ميجر بارتس: البرين ستيم، السيريبيلوم، الداينسيفالون، والسيريبروم. هلا هاي الاشياء كلها رح نحكي عنها تحت. تمام، الا الداينسيفالون مذكور بس عنه هون، فبدي منكم بدنا نروح ندرس اللي تحت ونرجع نجمع افكارنا هون وندرس الداينسيفالون، وبدو هذا العنوان اجولي اياه لبعديهم. نبدا بالبارتس اوف برين ستيم. البرين ستيم عندنا بتكون من ثلاث بارتس. تمام، الميد برين والبونز والميدلا. نبدأ بالأول شيء الميدلة. الميدلة هي الانفيريور من البرين ستيم، جاية كونتينيوس. تمام، لا سوبيريور من السباينال كورد، وهي الانفيريور من البرين ستيم. في عندها مصطلحين بس بدي تعرفوا لي حاليا بالأسماء: البايراميد أند أوليفس. بقى عندها بايراميد وأوليفس. تمام، و يعني هما تركيبين عندها يعني منها يعني. تمام، بعدين في عندها جاي فوقيها البونز، وهذا البونز بنفس الوقت هلا كمان شوي رح نحكي عن السيريبيلم اللي هي هاي، جاي انتيريور للسيريبيلم. يعني هو جاي سوبيريور للميدلة، انتيريور للسيريبيلم. وفوقي في عندنا الميدبرين. الميدبرين هو سوبيريور للبونز. عندنا بالميدبرين كافيتي بسميه سيريبيلال اكويداكت. سيربير أكويدكت هو هاد، بيصل بين الثيرد بنتركل اللي هو هاد والفورد بنتركل اللي هو هاد. تمام، بيوصل بيناتهم، وفيه بيحتوي على CSF. وفي عنا لو أخذنا سكشن من الميد برين رح نلاحظ إنه في عنا بوستيريور لإله، أو الروف لإله، هلا نتأكد، اللي هو بسميه الديكتوم. خلينا نقل من التفريغ. حكينا نقل من التفريغ، نبدأ مع الميد برين. بحكي لي إن حكينا إنه عنا كافيتي بسميها سيربيل أكويدكت، وحكينا إنها بتوصل الثيرد فينتريكل مع الفورد فينتريكل، وحكينا إنه هي شورت سيجمنت من البرين ستيم جاية فوق البونز. في عندها تيكتوم، هذا التيكتوم هو الجزء البوستيريور بشكل الروف للسيربيلال اكويدكت. تمام، في عنده التيكتوم، في عنده تو سويلينج بسميهم سوبيريور كوليكولاي اند انفيريور كوليكولاي. حلو، تمام. وبرضو في عندنا هلا في عندنا البورث فينتريكل. وين جاي هذا البورث فينتريكل؟ بتوين السيريبيلوم بوستيريوري، يعني بالبوستيريور في عندنا السيريبيلوم، وميديالي جاي البونز اند الميدلا، هو جاي بيناتهم. يعني كمان مره السيريبيلوم بوستيريوري والبونز اند ميدلا اوبلنجاتا انتيريوري، هو جاي بيناتهم
بيحتوي على CSF بيتصل مع CSF بالسب أركانويد سبيس. إن شاء الله يكون كل شيء واضح. ننتقل على أو قبل ما ننتقل نرجع نقرأ الميدلا أوبلينجاتا. حكينا إن هي continuation للسوبريور بارت من السبينال كورد، بتشكل الانفيريور بارت من البرين ستيم، عندها بايراميد أند أوليفس، والبونز لايز دايركتلي سوبريور تو ميدلا أوبلينجاتا أند أنتيريور للسيريبيلوم. ننتقل للسيريبيلوم. السيريبيلوم هي هاي الجزئية، تمام، هي ثاني أكبر جزء من البرين بعد السيريبرم، لأن السيريبرم هو الجزء الأكبر، تمام. هاي السيريبيلوم تتكون عندي من فيرمس بيصلوا السيريبيلال هيمسفير. هاي السيريبيلال هيمسفير بطلق عليها لوبس أو وينكس، وبيناتهم جايبية الفيرمس، تمام. هاي الفيرمس هي السنترال كونستريكتد أريا من السيريبيلوم. والحقيقة السيريبرال هما الوينكس أو اللوبس. في عندي 3 لوبس، في عندي الانتيريور لوب، البوستيريور أو الميدل. لما أحكي بوستيريور أو ميدل لوب هو نفسه هنا. وفي عندي الفولكيرو نوديولار لوب، والفولكيرو نوديولار لوب بيفصله عن البوستيريور لوب فيشر بسميه بوست لاترال فيشر. هلا اللوبس بشكل عام كلهم بيفصل بيناتهم فيشر، بس بدي تعرفوا لي بس اسم هذا البوست لاترال فيشر اللي بيفصل الفلوكيو نوديولر عن البوستيريور او عن الميدل نفسه، تمام. برضو في عندي هنا 3 بيرد من السيريبيلال بيدانكلز. هذول السيريبيلال بيدانكلز بيصلوا السيريبيلم مع البرين ستيم. خلينا نشوفه. هاي عندي السيريبيلوم وهنا البرين ستيم، هذا بيصلهن ثلاث أشياء أو ثلاث أجزاء من السيريبيلر بيدانكلز، السوبيور والميدل والإنفيريور. هاي كان بالنسبة للسيريبيلوم. ننتقل على السيريبرم وهي اللارجست بورشن من الهيومن برين. تتكون عندنا من سيريبرال هيمسفير أند بازل نيوكلياي. لو طلعتوا هنا بتشوفوا هنا عندنا الليفت هيمسفير وهذا الرايت هيمسفير، تمام. شو اللي بيفصلهن عن بعض؟ اللونجيتودينال والفيشر. هذا اللونجيتودينال والفيشر، هاي اللي نخليها لفوق نحكيها، بيفصل اللونجيتودينال والفيشر وبيتصلن مع بعض انترنالي. يعني هون لو اخذت مقطعاتي رح اشوف هيك من فوق عندهن كوربس كالوزم، وبكفي تعرفوا بس بالاسم بيصلهن انترنالي الكوربس كالوزم، تمام. طيب حكينا انه سيبيليتد باي لونجيتودينال فيشر. هيمسفير ار كونكتد انترنالي باي كوربس كالوسم. بحكي لي الهيمسفير بتكون من سيربيلر كورتكس اند سيربيلر وايت ماتر، وهذا السيربيلر كورتكس بتكون من جايري كونفيوليجن which are separated by fissure، بتكون من غيري. هلا لو طلعنا على هاي الهيمسفير هنا هي هيك شكلها تقريبا، شيء مثل المموج تقريبا. هاي القمة منه بسميها الغيري، وهذا بيفصل بينات سالكس، ولما يكون موردي بسميه فيشر، تمام. وكل هيمسفير منهم حكينا عنده عدة لوبس، خمس لوبس. في عنا تذكروا عظام السكال، تعرفوا انه كان عندي فرونتال، وفي عندي البرايتال والاكزيبيتال والتمبرال. هل اللي جاي فوق الفرونتال بسميها فرونتال لوب، واللي هي هاي. بعدين في عندي ال وراها هيك من فوق البرايتال لوب، وبالبصير عندي اكزيبيتال لوب، وهنا فوق التمبرال في عندي التمبرال لوب. ولو اجيت فتحت هذا اللاترال سلكس رح الاقي الانسولة، هو هي الانسولة هون، بس عشان لو انه مش واضح فجبت لكم هاي الصورة، تمام. هاي الانسولة لوب، تمام. اخر شي بالسيريبروم بدي اياكم تعرفوا ثلاث اسماء سلكس رئيسية في عنا. هلا حكينا عنها اللي هي اللاترال سلكس، لو فتحناها من نشوف الانسولة. وهاي اللاترال سلكس جاي بين التيمبورال والبرايتال اند فرونتال. من فوق جاي الفرونتال اند برايتال، ومن تحت جاي التيمبورال، تمام. هاي اول سلكس. ثاني سلكس اللي هو السنترال سلكس، هذا السنترال سلكس جاي فاصل بين الفرونتال امامه والبرايتال البوستيريور له، تمام. هون البرايتال، هون الفرونتال، وهو جاي هون، تمام. هاي هو جاي هنا.
آخر سلكس دياكم تعرفوه البرايتو أكزيبيتال سلكس. البرايتو أكزيبيتال من اسمه بيفصل بين البرايتل والأكزيبيتال، تمام؟ وهون مكتوب كل شيء، إلا أنه هون كمان بحكي لي أنه اللاترال سيربيال سلكس بسميه سايليفي انفجر. بسميه شو؟ ركزوا معي، سايليفي انفجر. وكل شيء حكينا إن شاء الله. ننتقل لآخر جزئية محاضرتنا، ألا وهي السباينال نيرفز، تمام؟ عفوا نرجع نجمع أفكارنا عن البرينستم. طيب حكينا بتكون أول شيء عنا من البرينستم، والبرينستم هي شكلها ستولك شيب. هاي البرينستم شكل ستولك، is continuous with spinal cord، حكينا between spinal and dynsy balloon، جاي بين يعني هاي البرينستم جاي بين فوق الدينسي بالون، وتحتي هنا بيكون السباينال كورد، بتكون من مثل الأبلونجاتا بونز أند ميدي برين. السيريبيلوم حكينا هو البوستيريور من البرينستم، اللي هو هذا هون البوستيريور، وهو ثاني أكبر جزء من البرين، بينقسم لتو هيمسفير باي الفايرمز. وقبل ما نحكي عن الدينسي بالون نحكي عن شوف السيريبرم، بحكي هو largest part of the brain، بينقسم لتو cerebral hemisphere. These two hemispheres are separated by cleft called longitudinal fissure، مثل ما حكينا some connection between them large bundle of fibers called corpus callosum، كلها حكيناها حتى انه ادرسوها من تحت. نحكي عن الدينسي بالون كلمتين. الدينسي بالون يا جماعة دكتورة يعني هذا الجزئية بتذكر انه ما ذكرت بالهاند اوت، تمام؟ بس ما بعرف ليش، بس انه حلو تعرفوها. اول شيء نحكي الدينسي بالون هو بشكل السنترال كور اوف برين تيشو جست سوبيريور تو ميد برين، بشكل السنترال كور من البرين. هاي الشيء انا ذكرت بالهاند اوت. اتس اولموست كومبليتلي محاط بالسيربيرال هيمسفير، بحكي اولموست يعني هو مش كله بس محاط يعني اغلبه بالسيربيرال هيمسفير. بتكون من ثالمس هايبوثالمس وابيثالمس وسبثالمس. الثالمس هي جاي شكلها مثل إيك شابت، بس يعني شكلها مثل الإيك، هو عبارة عن ماس أوف جراي متر. وبتوين الثالمي، بتوين تو ثالمي، عندي شو؟ عندي سبيس بتحتوي على السي اس اف. شو اسمي هاي السبيس؟ الثيرد فنتريكل. وهي هي الثيرد فنتريكل، ايه هون مش اشي لازم تعرفوه هلا يعني تحددوا هاي الاشياء. ذا فوتو اون ليفت، اوكي. الهايبوثالمس هي، ركزوا معي، جاي تحت الثالمس، ومثل ما حكيت لكم هلا هون عنا بالبرين بحكي عن الانفيريور، هو نفسه الفنترال هون انفيريور. والابيثالمس جاي بوستيريلي، بتتكون عندها بينيال جلاند اند هابينورال نيوكلياي. وهي بس يعني عرفهم بالاسماء، والهابينورال نيوكلياي انتر كونكتد باي الهابينورال كوميشر، يعني بيرتبطوا مع بعض بالهابينورال كوميشر. واخر اشي السبثالمس جايه تحت فنترال للثالمس اند لاترال للهايبوثالمس، تمام؟ اخر شيء بدنا ناخده بالبرين اللي هو دورا متر ارك الراوند برين. تذكروا لما حكينا هون عن طبقه الدوره، هاي طبقه الدوره. هلا بدنا ناخذ بس عنها كم معلومه صغيره عند بالبرين. اوكي، في عندي 3 inward extension من الدورا متر، تحديدا من المينينجيال، لان المينينجيال هي الانر، بيفصلن اجزاء البرين، تمام؟ أول واحد هو الفالكس سيريبراي. الفالكس سيريبراي هي هون، شو بيفصل؟ بيفصل التو هيمسفيرز للسيريبرم. ركزوا، خلينا نكتب هاي الفلكس سيريبراي جاي هون، بيفصل الهيمسفير للسيريبرم. في عندي السيريبرال فلكس، من هو من بين اسمها سيريبرال سيريبراي، بفصل التو هيمسفيرز للسيريبيلوم. واخر واحد عندي اللي هو التنتوريوم سيريبيلاي. التنتوريوم سيريبيلاي بيفصل بين السيريبروم والسيريبيلوم، وبيشكل الروف للبوستيريور كلينيال فوسا، تمام؟ وفي هنا مصطلح بدي تعرفوا لي اياه اللي هو السله تورتيكا. السلة تورتيكا هو الهايبوفيسيال فوسا، هو فوسا جاي على ما أذكر إنه بالسفينويد بون، بيحتوي على البيتويتري جلاند، تمام؟ وكفرز باي دايجرام سيلاي. وبس ها
بالنسبة للبرين ستيم ننتقل على جزئيتنا الأخيرة واللي هي النيرفس. النيرفس في عنا سباينال نيرفس وفي عنا الكرانيال نيرفس. لما يكون النيرفس طالع من الكرانيال بون بسميه كرانيال، ولما يكون طالع من السباينال كورد بسميه سباينال نيرفس. بحكي لي بشكل عام النيرفس هي بارلل بندلز من الأكسون مرتبطة مع النيورولوجيا سيلز ربط in several layer of connective tissue. تمام؟ بيصلن CNS مع السنسوري ريسبتور المسل اند جلاند بكل انحاء الجسم. بيطلع عن عندي يعني emerges من السباينال كورد من خلال الانترفيرتبرال فورامينا. ما عدا واحدة رح نحكي عنه كمان شوي. وحكينا انه كل بير من السباينال نيرفز بيطلع من سباينال سيجمنت، وعندي 31 بيرز فبالتالي عندي 31 سيجمنت من السباينال. تمام، نحكي عن هدول ال 31 توزيعتهم. في عندي 8 منهم بيجوا من السيرفيكال نيرفز. تمام، من C1 لسي 8. هلا حكينا في واحد منهم ما بيطلع من الانترفيرتيبلال فورامينا اللي هو الاول بيطلع من بين الاطلس والاكسيبيتال بون. الاطلس اللي هو الفيرست سيرفيكال فيرتبرا. تمام، الباقي كلهم بيطلعوا من الانترفيرتيبلال فورامينا. تمام، فحلو تعرفوا انا معلومه مميزه. بعدين في عندي 12 بيرز من الثوراسك نيرفز وخمسه لومبر وخمسه ساكرال وواحد فقط من الكوسيجيال نيرفز. واخر معلومه بدي تعرفوها هون اللي هاي المعلومه ذكرناها فوق اللي هي، طيب نستكمل اخر اشي عندنا بالمحاضره بعد ما انقطع الفيديو. هون حكالي انه not all spinal cord segment aligned with their corresponding vertebra. بحكالي انه مش كل spinal cord جايات محاذيات للفيرتبرا، لانه spinal cord والفيرتبرا ما بموا مع بعض. وحكينا انه spinal cord انه بيوقف قبل الفيرتبرا. بعدين اجا هون يحكي لي عن الـ organization of spinal nerves. spinal nerves arise from spinal cord بهاي الطريقة. عندي هون spinal cord بيطلع من عنده منه rootlets. هدول rootlets بيتجمعوا مع بعض عشان يشكلوا لي root. وهون لاحظ نركز انه هون الانتيريور هون البوستيريور. تمام، هون الانتيريور روتلتس بتجمع مع بعض بشكل مع بعض الانتيريور روت، ونفس الشيء بالبوستيريور الروتلتس بشكل روت. بعدين هاي الروت من الانتيريور والروت من البوستيريور بيجوا مع بعضهم وبيشكلوا لي السباينال نيرف ترانك. تمام، ونلاحظ ان هون عندي بالبوستيريور في عنده جانجليون. بالبوستيريور في عندي جانجليون، مكتوبات هاي الاشياء يا جماعه. هلا سباينال نيرف ترانك هو عبارة عن ميكسد نيرف، بيمشي مسافة قصيرة قبل ما يتفرع، بعدين بيتفرع وبيعطيني تو ميجر برانشز اللي هم يعني نحكي نحن الميجر برانشز منهم تو اللي هن الانتيريور ريمس اند البوستيريور ريمس. الانتيريور ريمس بشكل لي البلكسوس، الانتيريور بشكل لي البلكسوس بشكل لي تحديدا السيرفيكال البريتشيال اللمبر اند ساكرال بلكسوس. ونلاحظ انه الثوراسك مو معهم لانه الثوراسك not form plexus. طيب ان شاء الله يكون واضح. هذا كان كل شيء بتعلق بالسباينال نيرف مطالبين تعرفوه. نروح لاخر اشي عنا اللي هو الكرانيال نيرف. الكرانيال نيرف من اسمها هي جاية من البرين. في عندي 12 بيرز من الكرانيال نيرف، كل واحد منهم عنده نمبر ونام. هلا بالنسبة للنمبر هو انديكيت للأوردر من الانتيريور للبوستيريور نوش نيرف arise from brain. شو يعني؟ بحكي لي انه هاي الكرانيال نيرفز مثلا عندي هنا من الانتيريور، نبدا انه هون عندي الانتيريور وهنا البوستيريور. في عنا اول شيء الالفاكتوري نيرف بعطيه رقم 1، بعدين عندي الاوبتيك بعطيه رقم 2، وهيك بمشي من الانتيريور للبوستيريور لحد ما اوصل لاخر واحد. وبالنسبه للنيم بحكي لي انه اللي من النيم ديزاينت نيرف ديستريبيوشن اور فانكشن. شو يعني كمان؟ بحكي لي انه مثلا عندي الاولفاكتوري وظيفته الفاكشن. ركزوا معي، الفاكتوري وظيفته الفاكشن يعني حسب شو وظيفته، حسب شو هو اسمه. الاوبتيك فيجن، واحنا بنعرف انه الاوبتيك هي يعني لما نحكي فيجن هي نفس الشيء، بس العلاقه يعني نفس الشيء بيدل على نفس الشيء. ومنكمل لآخر إشي بنفس الطريقة، بس أنتم مو مطالبين بالأسماء هاي. طيب آخر هذول، لأن هذول الجدولين دكتورسكم مطالبيتكم فيهم. في عندي آخر كم نقطة بحكي لي إنه الثري كرانيال نيرفز الأول والثاني والثامن هن عبارة عن سنسوري
نيرفز. الثالث والرابع والسادس والحداش والاثناعش هن موتور نيرفز، إلهم علاقة بالموتور فولنتري موفمنت and they innervate striated muscle. وآخر أربعة عندي اللي هم الخامس والسابع والتاسع والعاشر هن mixed nerve sensory and motor. وبيحكي لي معلومة عن الكرانيال نيرف ال11 إنه عنده two parts، عنده cranial part and spinal part. بالنسبة للcranial part جاي من المدلة أوبلينجاتا، بالنسبة للspinal part جاي من upper four cervical spinal nerve. وهذا كل شيء برضو بهمكم تعرفوا من الكرانيال نيرفز. هيك بتكون انتهت محاضرتنا يا جماعة، يعطيكم ألف عافية وموفقين.